السلام عليكم البنات، كديرين؟ كديرين مع الصحة؟ الوليدات، العائلة، كديرين مع هذا الجو؟ على بركة الله، بسم الله، نقولوا بسم الله، توكلنا على الله. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد العشية، العشاء ديالنا نخرجوا من الطاجين، طاجين طاجين طاجين. غادي نديروا شليضة، واحد شوية 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 ديال الكفتة، الكوتليت نرافقوه بالخس ومطيشة. تبارك الله، مطيشة شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، تبارك الله موجودة، الخير موجود. الفلفلة من بعد ما شويتها، غسلتها وشويتها، انا غادي نقيها. دابا غادي نرافقو مع هذا الشيء، نديرو بطيطة تسلق، نديرو شوية الروز، حاجات هكا خفاف اللي ندوزو بهم. هاد بالنسبة لهاد الكفتة وهاد الكوتليت. دابا ان شاء الله غادي نتبل، ندير العطرية لهاد الكفتة ديالنا ونصاوبها ونخليها بما درت هاد الفلفلة تغسل وتنقى من بعد باش نصاوب الباقي. يلا على بركة الله، تابعوني وما تمشيوش البنات. هاد الكفتة ديالنا او المفروم، كلها بالنسبة للدول كيقولوا المفروم. الكفتة ديالنا غادي ندير فيها فلفلة حمراء، يعني تحميرة بالنسبة لينا حنا. هانتوما راه معلقة صغيرة، ديروا معلقة او جوج ماشي مشكل. غادي نديروا واحد شوية ديال سكنجبير، شوية البزار، غادي ندير القزبر مطحون، عفوا تقريبا جوج معالق ديال هاد المعلقة الصغيرة، الكمون جوج معالق ديال الكمون، راس معلقة ديال القرفة، زائد البصلة مطحونة او ما عندكش البصلة اللي محمرة اللي يابسة، غادي ديري البصلة الاخرى تقطعيها. انت هادي البصلة، زائد شوية الملحة، انتم الملحة على الطريقة والذوق ديالكم. هاد العطرية اصلا، هاد الكفتة اصلا راه ما متبلاش من عند الجزار، دايرينها بلا تتبيلة. كنزيدو عليها القزبر ومعدنوس، من بعد راني درت حيدتو ودرتو في هاد البانيو ولا اي حاجة انتيا كتجيك سهلة في التحراك، ونخلطو مزيان هاد التتبيلة مزيان تدخل في الكفتة. الا ما عندكش البصلة كما قلنا يابسة، ديريها خضرة، بالنسبة للدراري اللي كياكلوها خضرة يديروها ماشي مشكل. ندخلو في هاد العطرية مزيان، الى عندك حتى النعناع يابس كديريه، كيعطي تا هو واحد المذاق زوين. وهاد التتبيله ديال الدار احسن ملي كدير التتبيله ديال الكزاب، كتبليها بالطريقه اللي بغيتي انتي. هي في الحقيقه خاصة يكون هكا في شي بانيو اللي متسع باش تقدر كلها تخلط. وهذا الشيء تبارك الله راه كل وحده عندها خيرها في دارها ومع وليداتها ومع الاهل ديالها. وكنشكر كاع المتتبعات اللي كيدخلوا عندي وتبارك الله عليهم، راه كيتزادوا، ومرحبا
والف مرحبا لاي وحده دخلت القناه ديالي. من بعد ما غادي نخلطو غادي ندير واحد شويه ديال زيت الزيتون. هاد زيت الزيتون انها كتهشش الكفته تقريبا جوج المعالق، ما تشوفوش هاد الكميه وتصحابوها، جوج المعالق تقريبا. كيقول لك الواحد عينك ميزانك، كل واحد كياخذ القياس ديال داكشي اللي كيدير. هادي كترطبها وكتهششها وكتخرج واحد المذاق، يكون المذاق كيكون فيها زوين وبنين. صافي دابا غادي نخليوها تتشرب هاد التوابل ديالها وهانتوما معايا. اما هاد الكوتليت هذا غندير فيه شويه الملحه وغندير فيه شويه الكمون دابا درت واحد شويه ديال الابزار والكمون وغادي نتبلوه مزيان. هادو راه غادي نحيدهم ينسالي وغادي نحيد هاد الطابع ديال اللحم. صافي هادشي كيبقى بحال هكا كيتشرب. صافي هادشي يبقى هكا نخليه حتى من بعد بما نسلق البطاطا وننقيها ونقادها وانا معكم. انا سلقت هاد البطاطا، هاد البطاطا الصغيره كتجي زوينه في السليق. دابا راه كاينه موجوده، انا سلقتها بالماء والملح وانا ان شاء الله غادي نقيها معكم باش نوجدوها ان شاء الله للعشاء. من بعد ما سلقت هاد البطاطا وقشرتها درت فيها واحد شويه الملحه، غادي ندير فيها شويه ديال الابزار وغادي ندير فيها شويه ديال التحميره باش تعطينا واحد اللون شويه احمر خارج على داك اللون البطاطا العاديه. وغادي نحاولوا نخلطوها. بعد ما تبلناها غادي نديها باش نصوطيها شويه في الزيت. من بعد ما درت المقله تسخن ودرت فيها شويه الزيت غادي نديروا هاد البطاطا بحال هكا بشويه من راه الزيت سخنات. واللي كيبغي الحار يدير في هاد البطاطا الحار. كنبداو نقلبو البطاطا باش تاخد اللون ديالها وتحمر. راه بهاد الطريقه كتجي زوينه وبنينه. واللي عنده الوليدات الصغار راه كتعجبهم هاد البطاطا هكا مصوطيه ولا مقليه هكا كتعجبهم بزاف. نبداو نقلبوا فيها باش بدات تقلى من الجهتين وبشويه عليها وماشي تكون عاوتاني البوطه شاعله بزاف باش ما تحركش لينا البطاطا. نخليوها تتحمر مزيان. من بعد ما قليت البطاطا دابا انا غادي نبدا ان شاء الله نصاوب هاد شويه د الكفته. هاد المقله كنديروها حنا بلا زيت بلا حتى شي حاجه، كنحطوها تسخن كنبداو نطيبو.
هذه باش نشعلوا الفاخر ونبداو التخاخن زائد الوقت ما كاينش. هذه كنستافدوا منها نبداو ان شاء الله نصاوبوا بحال هكا ونبداو نطيبوا منها. هاد الكفته حتى الفوائد اللي كيكون فيها ما كيضيعوش، كتبقى في هاد المقله ديالها ما كتضيعش. وهاد المقله راه حتى هي اقتصاديه بزاف بزاف بزاف، وكنستعملها ماشي غير لهكا الكفته، كندير فيها بزاف الحوايج حتى الطريقه ديال الطاجين كفته بالكواري لك الحوت كواري ولا الكفته ولا اي حاجه كنديرها فيها. غير هي الدور ديالها، حاولوا ما ديروش ليها معلقه ولا فورشيت ولا شي حاجه اللي ماضيه، انا هذه المقله بحالها بحال المقله اللي كنديروا فيها البغرير. يلا من بعد ما حنا كنديروا كنبداو نقلبوها عاديه عاديه بحال داكشي اللي كنطيبوا. هذه راه ماشي اول وحده اللي كنديروا، هاد المقله راه عندي قديمه زمان يا زمان. ها هي كنطيبوا فيها وكنبداو نقلبوها شويه بشويه حتى تطيب على خاطرها. غير هي الدور ديال هاد المقله راه كتكون سخونه ومن بعد كتاخذ الحراره ديالها وكتنفط. من بعد من ملي كتبدا تقلى ونقليو في هذه نغطيوها شويه باش ديك الشاشه ديال الزيت وداك الليدام ديالها ما يطلعش. نخليوها هكا طيب على خاطرها وعلى خاطر خاطرها. دابا اللي طيبناها وتحمرت نحيدوها بحال هكا. هانتوما تبارك الله حاد قات كلشي فاهمينو كلشي عارفينو، احنا بغينا نشاركو معكم العشاء ديالنا وصافي. كون وحده خيرها في دارها. من بعد ما حيت الكفته اللي طابت نديرو هاد الكوتليت حتى هو يطيب، نزيدو شويه في الضو باش يتشحر لينا هادشي. وغادي نخلي نقص عليه ندير عليه نغطيه ونخليه حتى يتحمر. من بعد ملي كيبدا يتقلى نبداو نقلبو حتى هو عادي بحال حاطه في المقله عاديه ولا فوق الشوايه، شي مشكل ساهل. نحاولوا الحيمات تيطيبوا على خاطرهم. هانتوما كيتحمر وكنبقاو نقلبوا فيه بشويه بشويه حتى كيتحمر على خاطره، ما نزربوش عليه باش يطيب لينا الكوتليت ديالنا. البنات ها النهايه ديالنا وها الشليضات، رافقنا مع هاد البطاطا شليضه بالخص بالخص ومطيشه وفليفله ومطيشه وشويه تاع الرز وبطيطه. المهم ها عشيوه خفيفه وداكشي. المهم الصحه والراحه وشهيه طيبه وجربوه حاجه بسيطه وخفيفه. يلا تبارك الله عليكم وشكرا.